أهلا بحضراتكم. لو صح يعني عنوان لهذه الفقرة فهي فقرة الأصدقاء، يعني أنا وبنا أثناسيوس صديقان وضيوفنا الكرام أيضا صديقان في الحياة وفي العمل وتزامل في بعض المواقف والمناسبات. رحبوا معايا بجناب القس يوسف فهمي، كاهن كنائس المنصورية وسكرتير اللجنة المجمعية لخدمة المسجونين وأسرهم وخريج السجون والمعرضين للسجن ورعاية المهمشين والمشردين. بنرحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بك يا بونا. أيضا بنرحب بسيادة اللواء هشام عبد العاطي المدير السابق لإدارة التعليم والتدريب والإرشاد الديني بمصلحة السجون. بنرحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بك يا سيادة اللواء. أبونا تفضل لو تحب تبدأ الأسئلة. أنا عايز يعني من خلال الاستشعار اللي قعدته معهم قبل التصوير فضيلة الشيخ مظهر، شعرت إن في صداقة قديمة ومن النماذج الحلوة في بلدنا إن لما يكون في صداقة بين اتنين تتحول الى خدمه ويخدموا الانسانيه. صحيح. فمعلش يعني قدس ابونا يوسف يحكي لي كيف تعرف على هذه الشخصيه الانسانيه النبيله التي لسياده اللواء هشام، وسياده اللواء هشام يحكي لي عن كيف استخدم هذه الصداقه لاراحته والى ادخال البهجه الى نزلاء السجون في مقر عمله. تفضل ابونا دينا فكره. ولو سياده اللواء هو كان مسؤول عن التدريب والتعليم والارشاد الديني في مصلحه السجون كلها. وانا كنت انا كان صغير في قريه صغيره، لكن نيافه الانبا دوماديوس اللي هو المفرم بتاع ابويا يعني الاسقف المسؤول عني بقى هو مقرر اللجنه المجمعيه وعارف بحبي وخدمتي من زمان للسجون، فاختارني اكون معاه سكرتير للجنه. سيدنا كان ليه فكر كده بيقول لي احنا مش عاوزين نرعى الناس وبس، عاوزين نحسن منهم، عاوزين نحل المشكله ونجيبها من اساسها ونرعى اسرهم اللي بره، عاوزين نخليهم يطلعوا ما يلجاوش للجريمه تاني. وده كان نفس الفكر اللي كان ماشي عليه سياده اللواء هشام. ففي اول زياره لينا للمصلحه راح سيدنا ومعاه كل بقى المصريين، وكنت من وسطهم، فكنت بسال سياده اللواء بقول له يعني ابني لما بيغلط انا ممكن اعاقبه واحرمه من حاجه حلوه، مش لاني بكرهه لكن لاني بحبه وعاوزه احسن. لكن اكيد مش همنعه من الصلاه. طبعا قلت له طب الناس دي ما بيصلوش قداسات ليه؟ قال لي بص احنا يهمنا ان الناس دي تطلع من هنا مواطنين صالحين. شوف ايه اللي ممكن يخليهم افضل ليهم ولاسرهم وللوطن وقول لي. فالنقطه القداسات وافق وخد على عاتقه يعني الفكره وراح بيها لكل المسؤولين ووافقوا، بقى فعلا من لحظتها بقى بيتصلى بالمسيحيين في كل بيتصلى قداسات في كل سجون مصر. وبقوا كأن السجن بقى فتره تهذيب وترويض وتعليم وعباده. حلوه الروحيه. ناس كتير اتقربوا لربنا سبحانه وتعالى من داخل السجن. ناس كتير كانوا بره كانوا ملهيين، والسجن هو اللي قال لهم طب تعالوا بقى. كانها بقت فتره خلوه. فاتفاجئت جدا بالقلب الذهبي ده، اتفاجئت جدا بموافقته ومبادرته وبانه بقى سند ومساعد قوي كده. في نفس المقابله دي قال لي ابونا انا عاوزك صديق شخصي ليا. قلت له كده لان انا كان قاري، قلت له يا لهوي على طول. وفعلا من اليوم ده انا بعتز جدا 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 بيه. حتى لما ساب السجون وبره قلت له بس فضيت لنا تعال بقى للعمل المجتمعي لخدمه المشردين ومساجين واسر المساجين، تعال نكمل مع بعض. ومن يومها واحنا اصحاب جدا يعني. قصه جميله. سيادة اللواء يا ترى يعني ايه اللي يعني يدور بخلد حضرتك في نفس هذه المعاني لما شفت ابونا يوسف بهذه الروح؟ كيف تم التعاون بينكما لمصلحه الخدمه ومصلحه المسجونين؟ هو بدايه بس في تعبير مصري عندنا كده بيقول القلوب تتقابل. وعندنا حكمه لسيدنا علي بن ابي طالب بتقول من كان لله دام واتصل ومن كان لغير الله انقطع وانفصل. بالظبط كده. وفي البدايه برضو لازم نشكر قياده الوزاره لان هي اللي كان لها التوجه العظيم في ان احنا نستخدم برامج رعايه وتاهيل عشان نعيد المسجون لنفسه ولاسرته، وبالتالي يعود للمجتمع فرد صالح ومواطن صالح. صحيح. والبرامج كانت موجوده بالفعل، واحنا الحمد لله يعني بفضل اجهزه الخدمه الاجتماعيه اللي كانت موجوده في السجون وبفضل القيادات اللي كانت موجوده معانا والفكر اللي كان موجود، لان الاداره احنا اتعلمنا انها رؤيه وقرار. فلما كانت الرؤيه كويسه وليها استراتيجيه محترمه القرار كان سهل، والحمد لله وفقنا ربنا للقرار، والقرار اللي هو بتاع القيادات طبعا. في البدايه كان كل تركيزنا
للمسجون ان احنا نطلعه من الازمه بتاعه قيد حريته اللي هو فيها. وكان اهم حاجه في البرامج دي ان احنا نعيد الروح بتاعته تاني. والروح مش هترجع الا من خلال الوعظ الديني الاسلامي والمسيحي. صحيح. وبالتالي حضرتك كان الازهر الشريف وكان حضرتك في ضوء في شكل او في مؤسسه مجمع البحوث الاسلاميه ووزاره الاوقاف والكنيسه المصريه كان ليهم دور كبير قوي في المساله دي، لان كان من اكبر البرامج الناجحه اللي احنا حققناها في برامج الرعايه والتاهيل كان البرامج بتاع الوعظ والارشاد المسيحي المسيحي والاسلامي. وعاوز اقول لحضرتك في البدايه لما اتشكلت اللجنه المجمعيه لرعايه المسجونين واسرهم برئاسه ابونا دوماديوس، وكان المجموعه الجميله اللي كانت معاه الخمسه اللي كانوا معاه زي ما نقول كده التعبير المصري اللي احنا قلناه قبل كده القلوب تتقابل، هو عندهم المعاني واحنا كان عندنا الرؤيه، وتقابلت الاثنين مع بعض لصالح النزيل اللي هو موجود اللي هو المواطن المصري في الاخر. اللي هو المعنى اللي احنا شفناه في الاحتفاليه اللي احنا كنا بنتفرج عليها دلوقتي المقدمه اللي حضرتك قلتها، ان في الاخر ده انسان. بغض النظر بقى صحيح. عن انه اتى بجريمه ولا ما اتاش بجريمه، انما هو في الاخر انسان وانسان مصري وفي الاخر هيرجع للمجتمع. احنا كنا على قد ما بنقدر بنحاول الاصلاح عشان نرجعه مواطن صالح لنفسه ولاسرته. اذا انا بعاقبه على ما ارتكب من جريمه وفي نفس الوقت لا اتناسى انسانيته وما تتطلبه مني هذه الانسانيه. ده واجب في ده في الحاله دي واجب يا دكتور مصر. واجب. ده واجب عليا كمؤسسه. انا بأثني على الفكره ان انا لم اتغاضى عن انسانيته في الوقت اللي انا بعاقبه فيه على جريمته. تمام. انا فاصل وهرجع اكمل مع حضراتكم اللقاء. ربنا يخليك. فاصل ونستكمل معكم اللقاء. اتفضل. الله اكبر. أهلا بكم، لازلنا وهذا الحوار الشيق مع ضيفي الكريمين الصديقين نيافة أو جناب القس يوسف فهمي، برحب بحضرتك مرة تانية. سيادة اللواء هشام عبد العاطي، برحب بحضرتك مرة تانية. مرحبا. أبونا كان في الفاصل بيتكلم في نقطة مهمة قوي، ويمكن طرح سؤال برضو أنا أحب أن حضراتكم تجاوبوا عليه بقى على الهواء دلوقتي. تمام. الأيام الأولى للسجين اللي داخل السجن دلوقتي، سواء في جريمة لا قدر الله جريمة يعني قتل أو مخدرات أو داخل فترة بسيطة وهيطلع تاني، يعني كيف تتعامل معه المؤسسة وكيف يتعامل معه الرجالة اللي بتتعاونوا بيهم يعني رجال الدين بتستعينوا بيهم لتدريبهم أو لتلقينهم أو إلى أو ما إلى ذلك؟ وحضرتك بداية لازم نعرف السجين الأول. السجين هو الشخص اللي قيدت حريته بقصد منعه ومنعه من التصرف بنفسه نظرا أو لقيامه بجرم بيعاقب عليه القانون الجنائي، بيتم إيداعه السجون سواء رجل أو امرأة لمنع التصرف في نفسه وذلك لتعديل سلوكه أو لتقويم سلوكه. هو ده السجين. لما بيجي لك حضرتك السجين للوهلة الأولى عشان نتكلم على الإجراء الإداري أو هنتكلم على الإجراء الوقائي. الإجراء الوقائي الإداري أنت بتاخد بياناته حضرتك وبتسكنه حسب التصنيف بتاعه طبقا لقانون السجون في دليل العمل، وبعد كده بتعمل له كشف طبي كامل عشان تتأكد ان هو خالي من الأمراض، إذا كان في حاجة حضرتك بيتعمل له تذكرة طبية وبيتم متابعته طبيا من خلال الإدارة الطبية اللي موجودة داخل السجن أو داخل المؤسسة. عفوا بس مش عاوز أعديها برضو يعني. بسكنه طبقا لقانون السجن أو طبقا للائحة أو إزاي يعني؟ عندنا فندم تصنيف في قانون السجون 396 لسنة 56، التصنيف ده الغرض منه حضرتك إن أنا ما أدخلش قضايا في بعضها. يعني مخدرات مع بعض مثلا، بالظبط كده مع بعض بالظبط كده يعني. عشان ما اعملش اختلاط. بس ما هي دي برضه مشكله ان لما دخل يعني اللي سرقوا كلهم مع بعض ما هم هيعملوا عصابه، هيطلعوا متعرفين على بعض وتشكيل عصابه بعد كده يعني. نفس الشيء في الجريمه، انا بقى اعرفه هو كان عارف بره اربعه خمسه بيتعامل معاهم كده 40 50 دخل جوه عارف 50 واحد فطلع تاجر مخدرات يعني. وبناء على الكلام اللي حضرتك بتقوله ده طبقا للسياسه العقابيه القديمه اللي هي بتتكلم على الاصلاح والتهذيب. احنا كنا بنسيب المسجون داخل غرفته بيتعامل كل التعامل بتاعه مع زميله، وبالتالي كانوا بينقلوا لبعض خبرات سلبيه. بالظبط. في السياسه العقابيه الحديثه اللي احنا بنتكلم عليها بمحاورها الثلاثه اللي هي الامن والتاهيل والرعايه والتنميه، احنا كنا بنتكلم في برامج رعايه التاهيل والرعايه دي عشان نقدم خدمه للمسجون لاعاده تاهيله تاني لعودته صالح للمجتمع. وده اللي احنا بصدده دلوقتي، وده اللي بتقوم بيه مصلحه السجون واللي بتقوم بيه الادارات اللي موجوده هناك، لان برضه حضرتك لازم تبقى عارف
قبل ما نتكلم ان الاهتمام كان اهتمام بالغ قوي من الوزاره وبقطاع السجون، لانه خصص اداره عامه مخصوص لبرامج الرعايه والتاهيل اسمها الاداره العامه للتاهيل الاجتماعي والتنميه. وبتحتوي على وكالتين، الوكاله الاولى اللي هي الوكاله الخدميه، الوكاله الثانيه اللي هي الوكاله الانتاجيه. الوكاله الخدميه اللي بيبدا فيها اداره شؤون المسجونين، اداره الخدمه الاجتماعيه، اداره التعليم والارشاد الديني، الاداره الطبيه. وكل دول بيقدوا خدمات للمسجون من بمجرد ما بيخش المؤسسه العقبيه اللي هي السجن. الاداره الثانيه اللي هي المتمثل المحور الثالث اللي هي اداره التنميه، اللي هي مواقع الانتاج الثلاثه بادارتها اداره الانتاج الحيواني، الانتاج الصناعي، الانتاج الزراعي، بالاضافه لبعض المصانع والورش والهوايات اللي احنا بنعملها في ويعلموا صنعه ويطلعوا منتج والى اخره. بالظبط. عشان كده الرد على سؤال حضرتك ان احنا من خلال برامج الرعايه والتاهيل اللي بتقدم للمسجون من خلال الادارات بتاعه السجون بالتعاون او بالتفعيل بتاعها من خلال الاجهزه الاجتماعيه اللي موجوده جوه السجون دي، بيبقى لها مردود فعال ومردود ايجابي اللي بتمكننا حضرتك بان المجتمع ان ما بنرجعش للسياسه العقبيه تاني عشان نظريه العود، ويبقى المسجون طالع من عند حضرتك يا بمهنه يا بحرفه يا بهوايه، المهم ان هو بيعرف يتعامل مع المجتمع تاني. وفي النهايه ست اللي انا شايف ان هو في الاخر بيختار طريق نفسه. بالظبط. وحتى لو في مجموعه من نفس الصنف اللي هو نفس او نفس الجريمه المتشابهه داخل السجن، هو بيرفض التعامل معهم بمحض ارادته، لانه شاف لا هم كلهم بقى هم كلهم بيرفضوا مش واحد لوحده. يعني صح كده حضرتك؟ بالظبط. ابونا تحب تشوف يعني تضيف ايه بقى في هو بالنسبه لي كراجل دين يعني بتعمل ايه بقى عشان خاطر وهل الخطاب مع المسجون مثلا في جريمه قتل هو نفس الخطاب مع المسجون في جريمه هتك عرض او في جريمه سرقه او ولا كل انسان له خطاب غير الاخر داخل السجن؟ الاول السجن سجن. بالنسبه لي السجين بالذات للوهله الاولى ده بيكون حد جريح، حد مصاب، حد مصدوم، حد مش عارف الدنيا بكره شكلها ايه. كل حاجه بتولد صغيره وتكبر الا الصدمه، بتولد كبيره وتصغر. فهو حد بالذات اللي اتسجن اول مره، مش الحبسجيه يعني اللي واخدين على كده، اول ما يدخل هو بيبقى معتقد ان كل حاجه انتهت، ومعتقد ان هو حد مكروه ومرفوض من ربنا ومن الناس ومن المجتمع، وحاسس الدنيا كلها انتهت فضيحه بقى. ودي النقطه اللي يا اما تستخدم ان يتم احتوائه ويقرب لربنا قوي فيها، يا اما حد تاني بيستخدمها انه يخليه يطلع ناقم على الدنيا وكاره البلد وكل اللي فيها. فلازم اول ما يجي لازم يتم احتوائه ونستحمل اي حاجه هيقولها، اي حاجه نوري له حب. ساعات بيبقى رد فعله يعني غير متوقع او عنيف شويه او رافض، او هو معتقد ان انا رافضه، فهو داخل من الاول رافضني، رافض يقعد يتكلم معايا انه عارف هتكلمني في ايه، يعني انت هو انت حاسس باللي انا حاسس بيه، وانت عايش اللي انا عايشه. لكن لما يلاقيني الاول محتويه وقابل كل اللي يقوله وبحبه حب غير مشروط، ماليش دعوه بجريمته خالص، لان في الاخر كلنا مجرمين. الفرق بيني وبينه مش ان هو مجرم وانا لا، هو اتفضح وانا لسه مستور، فانا معتبر ان هو حد. جميل. على الاقل دفع اللي عليه انا لسه. هو اتقفش وانا لسه. بالظبط. هو اتقفش وانا لسه. هو حد دفع ثمن جرمه وانا لسه. كلنا مجرمين، الجميع زي هو فاسد واعوذ بالله. يعني نقدر نقول لك كلنا مخطئين يعني. بالظبط. انما في حد في حد خطا بيصل لدرجه الجريمه، وحد خطا بيصل لدرجه الجريمه دونيه يعني. جريمه في حق ربنا، وحد اخطا في حق نفسه، وحد اخطا في حق غيره يعني. جريمه في حق ربنا يعني، حتى الكذب جريمه. طبعا. حنس القاسم حريق جريمه يعني، في الاخر هو كلنا مجرمين. نخطف واحده فقد صار مجرما في الكل. فانا زي ان ده حد انا كان ممكن اكون مكانه. هو حد محتاج معونه ومحتاج طبعا مش انا اللي بخدم كل السجون يعني، ده كل سجن ليه حد واعظ، ليه واعظ واثنين وثلاثه حسب فضيله الشيخ وجناب القس بيروحوا فريق كبير شغال. انا ورا الكل يعني، انا شغلتي بس تستيف اوراق، لكن هم اللي بيخدموا معانا اباء كتير بيخدموا. ابونا سوفيوس مثلا بيخدم من سنه 86 ما شاء الله. ابونا ابراهيم حسن الله مثلا بيخدم كل المهمشين من عشرات السنين. انا 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 اخرهم واصغرهم، انا بس بستف اوراق، لكن مشاعري هي نفس المشاعر اللي عندهم، ان ده حد في ضيقه ومحتاج ان حد يحتويه ويقرب منه ويحسسه ان الدنيا ما انتهتش، وان دي ممكن تكون بدايه مش نهايه. ما تكلموش عن الخطا وتأنبوا بقى وكتير منهم بيرجع افضل بكتير من ما دخل. مش بس عارف. بس هي عجبتني كلمه حبسجيه في الاول دي، يعني برضه سعادتك ايه يعني من عشر الام يعني برضه خلاص بقى دخل بقى في المود بتاع السجون بقى. اتفضل يا ابونا. مش عارف يعني، كان عاجبني فضيله الشيخ مظهر ان سياده اللواء عامل في برامج
وفي جهود داخلية بتبذل لتقويم المساجين. أنا كان نفسي أسأل يعني سيادتك على ما هي الجهود اللي بتقوم بها مصلحة السجون في إخراج أو تأهيل السجين لكي يكون أو يعود إلى أن يكون مواطن صالح. ونفسي أسأل أبونا في حكاية أن دوره في خدمة المشردين اللي في المجتمع منتشرين وقد إيه الخدمات اللي بتقدم لهم. فممكن سيادة اللواء يلقي الضوء على الجهود اللي بتبذلها مصلحة السجون. عاوز اوضح لحضرتك الاهتمام البالغ من وزارة الداخلية ومن مؤسسة قطاع مصلحة السجون ببرامج الرعاية والتأهيل. ولازم حضرتك نعرف ان كل سجون مصر في مناطقها الجغرافية الثلاثة المركزية والبحري والقبلي كل سجن بيبقى فيه موجود جهاز خدمة اجتماعية بيرأسه جهاز رئيس جهاز واخصائي او اتنين او ثلاثة حسب عدد النزلاء اللي موجودين جوه السجن. ودورهم هو تفعيل برامج الرعاية والتأهيل اللي احنا اتكلمنا عليها او اللي احنا اشرنا عليها في المحاور الثلاثة بتوع السياسة الإقبال الحديثة. ومن خلال جهاز الخدمة الاجتماعية وإدارة السجن طبعا في البداية البرامج دي بتشمل على عدة عمليات. العملية الأولى بتبقى الاستقبال وبحث الحالات. العملية الثانية بتبقى العمل مع الجامعات وشغل أوقات الفراغ. العملية الثالثة بتبقى الرعاية الخارجية اللي هم بيقوموا بيهم داخل السجن الصالح أو لإعادة تأهيل المسجون لعودته صالح للمجتمع. البرامج دي عشان عددها لحضرتك بداية كده لازم نتكلم على إدارة الخدمة الاجتماعية وإدارة التعليم والإرشاد الديني. في إدارة الخدمة الاجتماعية عندهم ثلاث عمليات اللي احنا قلنا عليهم في الاستقبال وبحث الحالات. أنا أول حاجة عشان أكمل المعنى الجميل اللي قاله أبونا يوسف عاوز أقول لحضرتك إن المسجون وهو داخل المؤسسة الصورة الذهنية اللي عنده سوداء وبالتالي هو كل اللي جواه فكر سلبي وده إحساسه بالمزلة وإحساسه بالضعف وإحساسه بالمهانة وده إحساس بيبقى داخلي. وكنا دايما نقول لما أنا اشتغلت في بداية العمل في بداية الشغل في السجون لما اتنقلت كنت متخيل إن دايما الموت والمرض هم يعني أصعب ما يواجه الإنسان ابتلاء ممكن يواجه به الإنسان. اكتشفت إن الموت لما الرجل يعني لما الشخص بيموت أولاده ممكن بعد فترة طويلة أو أهله ممكن ينسوا. المريض حضرتك على قد ما ألمه وتعبه إنما يعني في ناس بيبقوا حواليه بيبقوا تحت رعايته. إلا المسجون في حالته الإنسانية دي لمجرد دخول المؤسسة دي هو بيحس إن الدنيا بالنسبة له انتهت. وده الإحساس الجميل اللي قاله أبونا يوسف. وده إحساس واقع وإحنا بنشتغل عليه في البداية لما بنيجي نعمل البحث الحالات بتاعت المسجون من خلال العناصر بتاعته الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية والبيانات بتاعته كلها. لأن بناء على البيانات دي إحنا بنقدر نعرف نوجهه في اتجاه إيه في برامج الرعاية والتأهيل. وبناء عليه احنا عندنا برامج كتيره قوي. بدايه احنا عندنا النشاط الرياضي كل السجون اللي في مصر فيها ملاعب حسب البيئه الجغرافيه او المساحات اللي موجوده فيها. وعاوز اقول لحضرتك برضو ان الوزاره مشكورا بتدينا دعم سنوي لدعم الانشطه الرياضيه والمكتبات كل سنه لنزلاء السجون. وده بيبقى لنزلاء السجون مش للجمهور الداخلي بتاعنا مش للضباط ولا الافراد ولا الموظفين. انما يبقى في الاخر الدعم المالي ده كله بيتوجه لصالح المسجون. من خلال الانشطه الرياضيه دي انا بعمل برامج رياضيه. وكنا بصدد من فتره قليله خالص كنا عاملين حضرتك لقاء رياضي في سجن برج العرب. في دوره رياضيه متهيئة على مستوى السجون زي دوري ده حضرتك بنعملها في كل سجن وبين العنابر وبيطلع ضباط العنابر. انما عاوز اقول لحضرتك احنا خرجنا بالاطار الداخلي ده وعملنا يوم رياضي كان متبنيه حضرتك نادي الاتحاد السكندري بين لعيبه السجون المسجونين وكان فيهم احد اللاعبين المشهورين في الدوري المصري وبين حضرتك قدامى المنتخب الوطني بتاعنا وحضرها. ولا تتخيل حضرتك السعاده اللي حسوا بيها المسجونين وقتها بالاضافه لان احنا عملنا حفل فني بعضها حضروا بعض الفنانين وده كان لقاء يعني اعتقد تبني القطاع السجون لانشاء المباريات واللقاءات الرياضيه دي انا ببقى يعني حسيت بمدلولها وكان ليه قياس عندنا بالنسبه للمسجون ورد فعله بيه. ده تطور كبير طلعته من جوه الفكر السلبي اللي جوه نفسه. تطور كبير. لو سيبنا الفكر لو سيبنا حضرتك النشاط الرياضي هنخش في النشاط الثقافي المكتبات. ما فيش سجن في جمهوريه مصر العربيه ما فيهوش مكتبه. المكتبه بتحتوي على عدد مناسب من الكتب في مختلف العلوم. في فترة التريض بتاعة المسجون بيتم السماح له بالخروج من عنبره والوصول للمكتبة. وإن ما كانش عنده تريض في اليوم ده أو كان عنده زيارة أو هو تعذر وصوله للمكتبة إحنا عندنا مناديب بتاعة العنابر أو مناديب الأدوار بياخدوا الكتب من المكتبات من إدارة المكتبات وبيديها لهم داخل الغرف بتاعتهم. بالإضافة لأن إحنا في الفترة اللي أنا كنت موجود فيها إحنا سمحنا بمد الفترة بتاعة الاستعارة ما شاء الله ودي حضرتك عملت لنا مردود كويس قوي
في حته القراءه وحته العلم، لان ناخد وقت تاخد راحته في القرايه وكده. بالظبط يا فندم، لان المسجون بعد كده بقى يرجع يناقشك من خلال الاخصائي ومن خلال الاداره اللي موجوده. الشيخ مظهر كان ليه عباره من شويه كان بيقول لك يعني كده احنا كده نشجع الناس، يعني كده الناس تقول لك ده السجن حاجه جميله وكده، فانا عاوز اوضح حاجه يعني بنروج للسجن احنا من غير ما ناخد بالنا. فضلتك انا عاوز اوضح حاجه، في آية قرآنية عندنا في القرآن الكريم بتقول يا نفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها. أنت حضرتك بتوصل البرامج للكل ومش الكل بيستجيب لي. لا هو أنا بحيي حضرتك لأنه ما أروع إني أراعي الجانب الإنساني لدى أي إنسان حتى ولو كان هذا الإنسان سجين. فهذا السجين يحتاج إلى غذاء عقل ويحتاج إلى غذاء فكر ويحتاج إلى معاملة طيبة ويحتاج إلى تثقيف ويحتاج إلى، خاصة إنه بعض الجرائم إذا أنا سبت المسجون بما كان يعتقد قبل السجن ودخلته كمان احتك بنزلاء آخرين وسجناء آخرين ممكن يخرج وأنا مش واخد بالي مجرم أكتر من الأول. بالزبط. إنما إذا احتويته جوه السجن بالتثقيف والتعليم والقراءة ورجال الكنيسة والعلماء أعتقد أقدر أعاقبه على ما ارتكب وأطلعه عضو ايجابي وعضو نافع للمجتمع. وبعد كده ودي مهمه جليله وعظيمه جدا بنشكركم عليها. انا عشان دقائق يعني والحلقه تنتهي للاسف مع موضوع المشردين بقى. المشردين في دقيقه ماذا تقدمون له تقدمون لهم؟ في عجاله كده ان سيدنا كان فكره ان احنا نمنع الجريمه من الاساس. فاحنا قلنا طب خلاص احتمله بالمسجون وهيتصلح جوه، طب واسرته اللي بره مين بيعولها؟ ما هي دي 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 جانب اخر، دي هتبقى فريسه. فقلنا خلاص احتمال باسر المساجين، طب المفرج عنهم، طب هيطلع يلاقي البيبان مقفله في وشه ومحدش هياخد حد رد يقول خلاص يبقى المفرج عنهم برضه نعمل لهم مشروعات ونجيبهم ونساندهم. طب المعرض للسجن قبل ما يتسجن، وقلنا طب الفئه المهمشه اللي ممكن بسهوله تقع في براس الجريمه، فبدانا نهتم بقى بالاسر المفككه واولاد الشوارع والمشردين كانت بدات الخدمه سنه 92 فتلاقت مع الفكر ده. قلنا طب ما الناس دي منسيه ومهمله ومهمله، طب نعمل معاهم ايه؟ كنا بنحاول كتير مع الوزاره زمان، ما كانش فيه بنقول لهم في ناس مشردين، فكان في خلط بين المشردين واولاد الشوارع والمتسولين. لكن لحسن الحظ ان قريب بداوا يستجيبوا، بدانا نخدمهم بقى في مجموعه اكثر من 3500 مجموعه، فيهم اكثر من 40,000 متطوع ما شاء الله، ياكلوهم ويشربوهم ويلبسوهم ويغطوهم ويعالجوهم في الشارع يوميا. ولما يكتشفوا ان في حاله، حد عنده غنغرينه، حد مغمى عليه، حد مصاب بينزف حاجه كده، بيبلغوا فريق الانقاذ العاجل ينزل بسرعه مع عربيه جهد واحد كبير جدا بتقوموا بيه الحقيقه. وفي الاخر بقى في دور للرعايه، وبقت وزاره التضامن والصحه عملت معانا شغل حلو قوي 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 قوي. لغايه دلوقتي بقى كل اللي عاوز يتنقل دار اتنقل خلاص، وكل المحتاج على الاقل بياكل يوميا ويلبس ويتغطى. نتمنى لكم الاستمرار في تقديم هذا الدعم، سواء للاسر المسجونين او للمسجونين او للمشردين او لمن يعني اصابه العوز قبل ان يقع في المشكله، انتم بتساعدوه. بنشكركم شكرا جزيلا كمان على حضوركم النهارده معانا. الوقت كان قصير لكن اعتقد يعني الرساله كانت قويه جدا ومباشره جدا. جناب القس يوسف فهمي كاهن كنائس المنصورية، شكرا جزيلا. سيادة اللواء المحترم هشام عبد العاطي المدير السابق لإدارة التعليم والتدريب والإرشاد الديني في السجون، شكرا جزيلا، نورتونا. شكرا، نورتونا أبونا، نورتنا وشرفتنا بيك يا شيخ. شكرا جزيلا، شكرا. لقاء الصديقان الجمعة القادمة الساعة 3 عصرا بإذن الله، في أمان الله.